مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم من صاله التحرير اليوم السابع. معاكم وليد عبد السلام المشرف على قطاع الصحه في اليوم السابع. منذ دقائق خرج مؤتمر صحفي لدوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي واتكلم عن سلسله من الاجراءات وعن بدء تطبيق خطط التعايش مع فيروس كورونا، الصداقه الاضطراريه ما بين المواطن و العدوى المحتملة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع بدء التطبيق الفعلي لخطط التعايش التي وضعتها الدولة لحماية الثروة البشرية والقوى البشرية، في نفس الوقت الحفاظ على عجلة الإنتاج وحدوث التوازن ما بين دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على القوى البشرية والثروة البشرية من انتقال العدوى. خليني أقول لحضراتكم أن خطط التعايش أو خطة الصداقة الاضطرارية التي ستطرحها الدولة للتعايش مع فيروس كورونا سيتم تطبيقها من 30 يونيو 2020، يعني بعد أيام قليلة إن شاء الله. وخلينا نروح للتاريخ الآخر المهم لمعظم الناس أو لكل الناس، بدء التحلل من الإجراءات بشكل نسبي إذا سجلنا زيرو إصابات، إذا سجلنا زيرو وفيات، إذا وصلنا للحد المعقول والمأمول في الإصابات والوفيات على مدار الأيام، سيتم التحلل في منتصف شهر يونيو المقبل إن شاء الله. أصبحت الكمامة فرض عين، أصبحت الكمامة حقيقة لا مفر منها، ارتدائها سيصبح إجباري وإلزاما على الجميع في كل مناطق العمل، في كل المناطق العامة أو التجمعات العامة، في سواء كان في المولات، في الشوارع، في أي مكان، وده للحفاظ على العدوى. لن يسمح لك من الآن فصاعدا مع بدء تطبيق خطط التعايش إلا بارتداء الكمامة في أي مكان على مستوى الجمهورية. سيتم عمليات الفرز المبدئي لكل الحالات التي ستدخل إلى المنشآت العامة، ستدخل إلى الأماكن التي تقدم خدمات جماهيرية وتتمتع بصفة التجمع ووجود أكثر عدد كبير من المواطنين فيها. ارتداء الكمامة أصبح ضرورة، ستفرض عقوبات صارمة ستحددها الحكومة والدولة خلال أيام بقوانين وبضوابط وبقرارات محددة، علشان اللي مش هيلتزم هيواجه مشكلة كبيرة جدا. أيضا من ضمن القرارات اللي اتكلم عنها دولة رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل في مقر مجلس الوزراء هو الاستمرار في غلق الشواطئ وغلق المولات وغلق المطاعم والمحل التجارية بدءا من يوم الأحد وحتى الجمعة بشكل كبير جدا. سيتم وقف جميع وسائل المواصلات على مستوى الجمهورية من الحد إلى الجمعة. أيضا بنتكلم على بدء الحظر من الساعة 5 وحتى صباح اليوم الثاني. هيكون في إجراءات ملزمة وإجراءات أكثر صرامة طوال أيام العيد، وده علشان نضمن بشكل كبير جدا ما يكونش فيه عدوى. أيضا اتكلم دولة رئيس الوزراء عن طرح كمامات بأقمشة، وجه السيدة وزيرة الصناعة للبدء في إنتاجها وتوفيرها في المجتمع بضوابط معينة حتى لا تكون مصدر لنقل العدوى للمواطنين، وحيتم السماح بغسل هذه الكمامة بشكل أو بآخر وكويها واستعمالها لأكثر من مرة، ولمطلق الحرية للمواطن في اختيار نوع الكمامة اللي بيستخدمها علشان يحمي نفسه ويحمي المجتمع من العدوى. النهاردة كان في تصريحات أيضا غاية في الأهمية تداولها البعض، ويمكن البعض كان بيشوف أن مع ارتفاع درجات الحرارة هيكون في بادرة أمل للتحلل الكامل من الإجراءات، وأن ده هيكون بصيص من الأمل للتخلص من فيروس كورونا. لكن منظمة الصحة العالمية
فاجئتنا وقالت ان ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 25 درجة لن يؤثر على الإطلاق في منع وجود العدوى أو التأثير على الفيروس أو انهيار الفيروس أو اختفائه خلال الفترات المقبلة. ده معناه أن النظافة واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية هو السبيل الأوحد للحماية من عدوى فيروس كورونا. باختصار أن درجة الحرارة وارتفاعها لن يؤثر مطلقا. احنا عارفين درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 42، في الأسكندرية 39، هذا الكلام لن يؤثر مطلقا على احتمالية تفشي ووجود العدوى. ولمن لا يعرف ان احنا في السيناريو الثالث، في المربع الثالث، وهو وجود التفشي الوبائي واتخاذ الدولة لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية ومحاولة التعافي في أجهزة الدولة وتوفير كل المستلزمات لمواجهة الفيروس ومواجهة المشكلة الصحية. أيضا النقطة المهمة في لايف مع حضراتكم النهاردة إن في مجموعة من الإجراءات المهمة جدا اللي هنتبعها ونتخذها خلال فترة الصيام مع وجود فيروس كورونا، وهي الحفاظ على شرب الماء بكميات كبيرة للغاية، وده ليه فايدة مهمة وكبيرة جدا في الحفاظ على عدم جفاف الأغشية المخاطية اللي ممكن تؤثر بشكل أو بآخر على الإصابة بفيروس كورونا لو كانت حالة الرئة فيها مشكلة صحية. أيضا مسألة التهوية الجيدة والارتكاز لفكرة التداخل مع التكييفات ومع وسائل التهوية المختلفة. بننصح منظمة الصحة العالمية الاعتماد على وسائل التهوية الطبيعية، ثم استخدام المراوح والبعد، كل البعد عن التكييفات المركزية اللي فيها أكتر من شخص، لأن في البعض تحدث وتكلم على احتمالية انتقال فرص العدوى من خلال التكييف المركزي. أيضا مش ناسين ارتفاع رفع حالة المناعة بالنسبة للمواطنين من خلال الحصول على الفيتامينز زي فيتامين ألف وفيتامين جيم وفيتامين دال الموجود في الفواكه وفي كل الأغذية الطبيعية. أيضا لا ننسى الارتكان إلى فكرة الأطعمة الغنية بالألياف والتي تحافظ على استمرارية وجود السوائل في الجسم زي البطيخ والكوسة والخيار، كلها أمور مهمة. ما ننساش طبعا أن فرص التدخين والتدخين السلبي بترفع من معدلات الإصابة بفيروس كورونا. لحد كده انتهى اللايف بتاعنا مع حضراتكم، نشكركم على حسن المتابعة وإن شاء الله متابعات دقيقة ومهمة لكل المستجدات على الساحة المحلية والدولية. شكراً.